الثانية لتعيين الأستاذ محمد صالح بن عدي محافظا لمحافظة شبوة. عين محمد صالح بن عدي محافظا لشبوة في تاريخ 26 من نوفمبر 2018، ويعتبر المحافظ رقم 25 في محافظة شبوة. شهد العام الأول من فترة قيادته لمحافظة شبوة تركيزا على ثلاثة اتجاهات رئيسية: مكافحة الفساد، الإصلاحات الإدارية، توحيد الأجهزة الأمنية. أما العام الثاني فكان عام التنمية بامتياز. أبرز القطاعات التي تدخلت فيها السلطة المحلية خلال العام 2020: الأشغال العامة والطرق والنظافة والتحسين ب 58 مشروعا، الصحة ب 35 مشروعا، المياه ب 24 مشروعا، الكهرباء ب20 مشروعا، التعليم الفني والتعليم العالي ب11 مشروعا، الإدارة المحلية 29 مشروعا، التربية والتعليم ب12 مشروعا، الأمن والدفاع 11 مشروعا، النقل الجوي 6 مشاريع، الشباب والرياضة 7 مشاريع، الزراعة والري 4 مشاريع. في سابقة تفردت بها محافظة شبوة من بين جميع المحافظات، بلغ إجمالي المشاريع المنفذة والجاري العمل عليها ما يقارب من 220 مشروعا في مختلف القطاعات. وبنسب عادلة ومتكافئة وصلت عجلة التنمية والبناء إلى جميع المديريات 17 في محافظة شبوة. ليس ذلك فحسب، في حقيبة بن عدي مشاريع استراتيجية ضخمة، منها على سبيل المثال للحصر جسر السلام، الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية، ميناء قنا التجاري، المحطة الغازية، ترميم وإعادة بناء مستشفى عتق الجديد، منتجع قنا السياحي. لازلنا معكم مشاهدينا الاعزاء متواصلون في هذه الحلقه الخاصه بشبوة وحول الانجازات التي تحققت لهذه المحافظه في ظل قياده البلد ممثله بالمشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه، وقياده السلطه المحليه في هذه المحافظه ممثله بالاستاذ محمد صالح بن عدي محافظ المحافظه. اليوم نحن نلتقي بالدكتور عوض لقصم مدير عام صندوق الاجتماعي فرع المكلا. اهلا ومرحبا بك على قناه عدن الفضائيه. اهلا وسهلا من قناه عدن الفضائيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انقل تحياتي الى السلطه المحليه في محافظه شبوه التي تبذل كل قصار جهدها في قضايا التنميه، واعتقد انه شبوه اليوم تشهد يعني الكثير والكثير من المشاريع التنمويه بعجله التنميه في قطاع الطرق. خاصه انا ما شاهدته خلال زيارتي جاي من محافظه حضرموت، فشاهدنا كثير من الانجازات في قطاع الطرق وكثير من التوقيعات العقود نسمع بها ونلاحظها ونشهد إنجازات كبيرة للأخ المحافظ وقيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة في مشاريع التنمية، كانت في قطاع الطرق أو كانت في قطاع الكهرباء. طبعا أعتقد أنه ما تشهده شبوة اليوم، يعني لم تشهده خلال يعني عقود من الزمن، وتعتبر يعني قيادة مميزة بكل صدق، ليس مدحا الأخ المحافظ أو القيادة الموجودة الآن، بل أنه يعني ما يشهده المواطن. ونتمنى المزيد والمزيد من الإنجازات للسلطة المحلية. أنا أشكر أولا الأخ مدير صندوق صيانة الطرق، وأنقل تحياتي له لما شاهدته خلال صيانته للطريق الجاي من محافظة حضرموت. طبعا عمل الكثير من الجهد، وطبعا هذه بدايته، وأعتقد أنه صندوق صيانة الطرق يعني أنشأ في محافظة شبوة لما يقل على 4 أشهر، ولكن ما نشاهده هو إنجازات حقيقية. وأنقل تحياتي له ولكل المدراء المجتهدين
وفي كل في محافظة شبوة. وأتمنى من الأخوة في القيادة المكتب التنفيذي والمكاتب التنفيذية في محافظة شبوة أن يبذلوا قصار جهدهم وأن يستغلوا تلك الفترة الموجودة في محافظة شبوة قد لا تعوض مرة أخرى. فما أن السلطة السياسية مهتمة بمحافظة شبوة يجب أن نحن نستغل هذه الفرصة ونوجه التوجيه الصحيح، يعني الموارد في اتجاهها الصحيح لخدمة المواطن وخدمة أبناء شبوة. أدعو المحافظ محافظة شبوة بكل أن يعمل جاهدا على تنمية الموارد البشرية وخاصة بما نعانيه في قطاع التربية. أنا لاحظت يعني عملنا يعني إعلان لاحتياج مدربين من المختصين في قطاع التربية فوجدنا قليل جدا منهم، فأدعو قضايا أنه يهتموا بهذه الشريحة لقطاع التربية وكمان قطاع الصحة. أدعو المحافظ وأدعو صندوق الطالب الجامعي أنهم يهتموا بموضوع الطالب الجامعي وخاصة في الطب البشري لكونه يوجد شحة كبيرة داخل محافظة شبوة، وأتمنى منهم أن يوجهوا كثير من الموارد للتنمية البشرية من تلك المشاريع أو من تلك التمويلات المتاحة بحيث أننا نصبح قادرين على إدارة أنفسنا داخل هذه المحافظة. أتمنى لكم التوفيق وأتمنى للسلطة المحلية والقيادة السياسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك دكتور عوض الأقصى مشاهدينا الأعزاء. لا تذهبوا بعيدا، هناك الكثير من اللقاءات في هذه الحلقة الخاصة بالمجازات التي تحققت لهذه المحافظة وعلى مدى عامين كاملين. إذا مشاهدينا الأعزاء دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود للقاء بكم، فكونوا معنا. ايضا مشاهدينا الاعزاء معنا الاستاذ سالم حناش مدير عام مكتب التربيه والتعليم هنا بهذه المحافظه، نتعرف سويا حول ما تحقق لمكتب التربيه والتعليم في هذه المحافظه خلال العامين الماضيين. اهلا ومرحبا بك استاذ. حياك الله استاذي، اهلا وسهلا بكم في شبوه، نرحب بكم مره اخرى، نتمنى لكم التوفيق باذن الله. اليوم نتحدث عن سير عجله التنميه، عن سير عجله التنميه في هذه المحافظه لا سيما القطاع التعليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم جميعا على زيارتكم لمكتب التربية والتعليم محافظة شبوه. في حقيقة الأمر شهد قطاع التربية والتعليم إنجازات كبيرة جدا في خلال العامين المنصرمة منذ تولي الأخ المحافظ محمد صالح بن عديو، حيث أنه دعم قطاع التربية والتعليم في كثير من الاتجاهات اللي هو تعاقدات السلطة المحلية للمعلمين. العام الماضي كانت تقريبا 500 درجة تعاقدية، وهذا العام 700 درجة تعاقدية دعم بها للتقليل من العجز الموجود في عدد المعلمين والمعلمات في المحافظة. كذلك طبع علينا الكتاب المدرسي على حساب السلطة المحلية تقريبا 680 ألف كتاب العام الماضي للصفوف من سادس إلى ثالث ثانوي، حيث حلت لنا مشكلة كبيرة في العجز الموجود في الكتب الدراسية. كذلك تدخل الأخ المحافظ مشكورا في تقريبا 12 مشروع تربوي على مستوى المديريات، منها ترميم وبناء مدارس وفق احتياج التربية والتعليم. شهدت المحافظة نقلة نوعية في منذ تولي الأخ المحافظ، نتمنى له التوفيق والنجاح وأن يكون ذلك في ميزان حسناته بإذن الله. أفتخر أنت ابن شوة، طيبة وهيبة ونخوة، عز الحيدي وعزوة. أفتخر أنت ابن شوة، عز ملاح عزله بين الزوابع خاينة، من خانة يحتزم عند الطالب في خدمته. دافع عمرك للفناء وعمار غيرك زينة، لنقى سمك سومها كل بياخذ قسمته. افتخر انت ابن شوه، طيبة وهيبة ونخوة، عز يا حيدي وعزوة. افتخر انت ابن شوه، الوفي في مدرسة والحيل في حيلة، ابنها مسؤول يا والجد يبري ذمته. الصواعق اسمها ام الحياة في ويله، افهموها وانجزوا ما حد يفلت نعمته. افتخر انت ابن شوه، طيبة وهيبة ونخوة، عز يا حيدي وعزوة. افتخر
افتخر انت ابن شبوه مديتك للعمل احلامنا متفايله التقدم للعلا يا خوي هزت نسمته والله انه فجوه قولي ويفتقينه منعكم لي منعكم لحد يبرك همته منعكم لي منعكم لحد يبرك همته افتخر انت ابن شوه طيبه وهيبه ونخوه عز الحيدي وعزوه افتخر انت ابن شوه عز من لا عز له بين السوابع خاينه من خانه يحتزم عند الطالب في خدمته دافع عمرك للفناء وعمار غيرك سايله لقي سمك سومها كل بياخذ قسمته افتخر انت ابن شوه طيبه وهيبه ونخوه عز الحيدي وعزوه افتخر انت ابن شبوه الوفي في مدرسه والحيل في حيله ابنها مسؤول يا ولد يبري ذمته الصواعق قسمها مرحلة في ويله افهموها وانجزوا ما حد يفلت نعمته افتخر انت ابن شوه طيبه وهيبه ونخوه عز الحيدي وعزوه افتخر انت ابن شوه. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير واهلا وسهلا بكم. واليوم محافظة شبوة قير الأمس منذ تولي الأق محمد صالح بن عدي ومحافظة شبوة أولى جل اهتمامه لدعم المحافظة وتنميتها وخاصة القطاع الصحة أخذ النصيب الأكبر من الدعم واليوم الحمد لله تشهد المحافظة يعني تطور كبير وهذا لا ينكرها إلا شخص جاهد. على ما أظن افتتاح أو إعادة تأهيل بناء مستشفى عتق العام الجديد. مستشفى عتق شبه يعني 90% جاهز ينقص بعض التأثيثات خاصة من الجانب الإنشائي 90% جاهز. اللهم ربما باقي بعض التشطيبات الخارجية. وإن شاء الله بإذن الله تعالى ستنتقل شبوة نقلة نوعية كبيرة في الصحة. سيكون المستشفى هناك بإذن الله تعالى هيئة نعمل على أن يكون هيئة داخل المحافظة وسيظل هذا المستشفى مستشفى عام يقدم خدمات جليلة ولن نستغني عليه. كل ما ازدادت المستشفيات في المحافظة كل ما زادت الخدمات الصحية للمواطنين. نعم دكتور رسالتك للناس اللي يشاهدوا الآن المجازات تتحقق في شبوة يوما بعد آخر رسالتك لرجال الأعمال للمستثمرين للزائرين للأجانب للسياح وغيرهم. رسالتنا لكل مستثمر أو ينوي الاستثمار داخل شبوة نقول له بأن شبوة ليس بالأمس. شبوة تغيرت. شبوة لديها اليوم الإمكانيات من كافة النواحي أن تستضيف كل من أتى إليها للاستثمار أو الإقامة داخلها. نحن نتحدث باسم دولة. شبوة هي الدولة. شبوة ستكون حاضنة لكافة أبناء اليمن وخارج أبناء اليمن من أتى إلينا نحن نرحب. أيضا معنا مشاهدينا الكرام الدكتور محمد المطهري عميد كلية النفط والمعادن هنا بمحافظة شبوة ونحن مشاهدينا الأعزاء نتحدث عن عامين من الإجازات في مختلف المشاريع هنا في هذه المحافظة. دكتور أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا شرفتونا. اليوم نتحدث عن شبوة ما بين الأمس واليوم، كيف يعلق دكتور محمد المطهري على ذلك؟ حقيقة محافظة شبوة تشهد نقلة نوعية في جميع المجالات. في مجال الطرق هناك تغير غير عادي في كل الاتجاهات في مستوى المديريات عاصمة المحافظة سواء في استعادة إصلاح الطرق أو طرق جديدة بالإضافة إلى إنارة الكهرباء بالإضافة إلى المياه بالإضافة إلى مشاريع تنموية كبيرة وهذا بفضل القيادة
السلطة المحلية مثل الأستاذ محمد صالح بن عديو، وتوفر الأمن والاستقرار، جلب كثير من المستثمرين وكثير من الذين يريدون أن يؤمنوا على نشاطهم التجاري، وبالتالي أحدثت نقلة نوعية داخل المحافظة. إذن لازلنا معكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان في هذه الحلقة الخاصة بسير عجلة التنمية التي تشهدها محافظة شبوة في ظل قيادة هذه المحافظة، ونحن أيضا مشاهدين الأعزاء نتجول من مكان إلى آخر، نتعرف على كثير من الأماكن ونتعرف أيضا مع أبناء هذه المحافظة والوافدين إليها من مختلف المحافظات اليمنية. معنا الأخ التعرف عليك هادي بحاج. اليوم لو تحدثنا عن محافظة شبوة. والله الحمد لله يعني في الوقت القريب فيها تطور نوعي وتقدم وكل زي ما تشوف، يعني المحافظة في السنتين الأخيرة فيها نهضة يعني أكثر من 15 سنة اللي مضت. ماذا على التعايش مع هؤلاء الناس سواء كانوا من الوافدين من المحافظات اليمنية إلى هذه المحافظة؟ تمام يعني ولا في شيء، كل شيء تمام يعني ما أمور تمام طبيعية كل حاجة. برأيك هل لعب الأمن والاستقرار أيضا دور في سير عجلة التنمية اللي تشهدها شبوة اليوم؟ أكيد نعم، أمن واستقرار وتنمية وتحرك النهضة في الأسواق وتعايش في الحركة الاقتصادية وكل حاجة. رسالتك اليوم لأبناء محافظة شبوة ولكل الوافدين إليها؟ والله رسالتنا أنهم يشجعون في مثل هذه الأمور ويقفون مع أي واحد يصلح المحافظة، وهذا يدعم المشاريع وكل حاجة، هذا هو المطلوب، الناس توقف معه. شكرا جزيلا. حياكم الله. إذن مشاهدي الأعزاء في كل مكان، العنصر النسائي موجودة معنا في هذه الحلقة، ومن هنا من شبوة مشاهدينا الأعزاء نستطلع وإياكم آراء وانطباعات الناس في هذه المحافظة حول سير عجلة التنمية والإنجازات التي تحققت خلال عامين لهذه المحافظة. واليوم معنا الأستاذة رائدة محمد علي، أهلا ومرحبا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا. اليوم نلاحظ أن شبوة فيها تطور، فيها ازدهار، فيها انتعاش، كيف تعلق على شبوة ما بين الأمس واليوم؟ بالنسبة لل أجواء الآن والظروف تغيرت جدا وتحسنت الأفضل بسبب وجود قيادة حكيمة استطاعت أن تنمي تهتم بالتنمية، وإلى جانب وجود أمن وأمان نتمنى أن يعم ما نحن فيه في كل المحافظات بلادنا. نعم، المرأة برأيك كيف أسهمت اليوم في سير عجلة التنمية هنا في محافظة شبوة؟ شاهدنا هناك فتيات ازدياد كبير في عدد الفتيات في المعاهد الصحية، في الكليات، في الجامعات، في المدارس. نعم، هذا بالنوعية نوع من انعكاس الأمن الموجود في منطقتنا، أدى إلى إنه الشخص يستطيع، خصوصا المرأة يعني لاقت مجال كبير جدا بأن الكل يعني سمح لها بأن تشارك، وعكس كثير ما كان في الماضي وعكس ما كان أيام الحرب والخوف. الآن المرأة تشارك في المدارس، أصبح عدد الطالبات يعني تضخم بشكل كبير، الكل يسعى ويجري ويحاول إنه يكون في مقدمة صفوف لنهضة منطقتنا محافظتنا. طبعا هل كان مثلا أبناء شبوة يحلمون بوصول هذه المجهزات قبل عامين من الآن؟ اليوم كل شيء تحقق على الواقع، هناك اليوم موجودة الحدائق، المولات، الفنادق، الأماكن السياحية، المنتجعات وكثير من المشاريع التنموية. أكيد المرأة طبعا عندنا كان ممنوع أن تدخل في أشياء كثيرة، كان في لها نوع من العادات والتقاليد تحجب مشاركتها. الآن مع وجود هذا الأمن وهذا الوعي أصبحت حتى في التجارة، يعني أول مول في مش بس يعني في محافظتنا فقط موجود، يعني أول مول يكون خاص بالنساء، يعني في تطور كبير، وعي أكبر عند المرأة أنه من حقه، وهذا نتيجة للدعم اللي لاقناه من المجلس المحلي ومن المحافظ من الجهة الأخرى التي دعمت المرأة، شاركتها، خلتها تعطي لها صوت، تعطي لها مكان، أصبح للمرأة دور، أصبحت لا تخاف، أصبحت عندها القدرة أن تشارك وتكون فعال، يعني عنصر فعال في المحافظة. نعم، أرسلت المرأة الشبوانية اليوم من شبوة لمن؟ رسالتنا للعالم كله انه اسمحوا لنا واعطوا لنا فرصه ان احنا نعيش، ان احنا نكون بامن وامان، ورسالتنا كمان للحكومه انه ساندونا، وقفوا معنا، رسالتنا كمان لاهالينا انه اجل وقت ان احنا نوقف مع بعض، اعطوا للمراتقه وقفوا معنا، دعونا نشارك، دعونا نعمل، دعونا نقف الى جانبكم لتطوير بلادنا. ما شاء الله عليك يا استاذ رائده محمد علي، شكرا جزيلا. العفو، اهلا وسهلا فيكم. اذا مشاهدينا الاعزاء لازلنا متواصلين معكم.
لكم في هذه اللقاءات من هنا من محافظة شبوة التي أيضا تشهد سير عجلة التنمية النحو الأمام. نحن نستطلع وإياكم مشاهدين الأعزاء الكثير من اللقاءات مع العنصر النسائي ومع الشباب والمواطنون والمسؤولين في هذه المحافظة. مشاهدين الأعزاء لا تذهبوا بعيدا، دعونا نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود للقاء بكم، فكونوا معنا. قال العقل خذوني كذا غفلة لأرض شبوة، خذوني مطرحي حبان عزم وناوي سفر والنوايا نوايا بالقدام تسير. يا صوت وزرا نشل الصوت فانشلان السنف وادي تجمل كل صوت الدان عزم وناوي سفر والنوايا نوايا بالقدام تسير. لابن ما عمر رفض يحجز الرحلة باشد عزمي وسع في البل والجمال عزم وناوي سفر والنوايا نوايا بالقدام تسير. من بنايا فعطوني يا عرب دلاه بمز راسي بكيف البن والفنجال عزم وناوي سفر والنوايا نوايا بالقدام تسير. لا عام ثاني والأول عفار قبله والغربة أيامها مرت علي بقال عزم وناوي سفر المعذرة يا الحرم والبيت والقبلة تطلب أهلها دياري والطلب في الحال عزم وناوي سفر والنوايا نوايا بالقدام تسير. درب الوديعة ودرب العبر والرملة خلف الحدود البعيدة والدروب أطوال عزم وناوي سفر والنوايا نوايا بالقدام تسير. وانا زقلوني وسط صحرا كذا زقلة لكن وافتحوا الأقبال عزم وناوي سفر والنوايا نوايا بالقدام تسير. لا حد يلوم المسافر لا خطف رجله شوقه وحط القدم يطوي يا لميال عزم وناوي سفر والنوايا نوايا بالقدام تسير. الصبر لا زاد يقتل صاحبه قتله. أيضا مشاهدين الأعزاء هذه شبوة بجمالها بشوارعها الجميلة بأماكنها السياحية والأثرية بأدبائها وفنانيها وشاعري هذه المحافظة الجميلة التي تكتنس إرثا تاريخيا كبير في مختلف المجالات. معنا اليوم الشاعر الجميل والرائع، تعرف عليك علي ناصر سالم بادحري. اليوم في هذا اللقاء نود أن نسمع منك شعرا. نعم، عندي قصيدة لكم رومانسي لأن الشباب يحبون الرومانسي. هات الله. قال يا صباح الخير يا وجه الرضا تنور الدنيا وهي كانت مساء، عاش من شافكم فارق للجفا ريتني سعفك عسى والله عسى تسقي الوديان من روس الشعاب يا عذاب القلب منها يا عذاب كنا هديبة جناعة مملسة مسكنه في القلب من فوق الحشاء يا عسى القردان با منك دوات تشفي المبلكة وقلبك كوا في جمال حال زايد عن نساء واخضر السندس كسا جسمك كساء لا انظر بستان رشه بالنداء ولا محطشان ما جاه الظماء من سنونه برق بارق التماء من ضحكه رعد يفقع على صدى لكن على قلبي ولا تاب يا عذاب القلب منه يا عذاب مع تحيات الشاعر الشعبي علي ناصر بادهري. صح الله لسانك. الله واشكر محطه عدن قناه عدن وايضا اشكر المحافظ محافظ بن عدي ومحافظ ناصر شبوه على الانجاز الذي قدمها لنا في المحافظه. إذا لازلنا معكم مشاهدي الأعزاء نستطلع آراء وانطباعات الناس حول المنجزات التي تشهدها محافظة شبوة. اليوم نلتقي الكثير من المواطنون من أبناء هذه المحافظة وكذلك الوافدين إليها من مختلف المحافظات اليمنية. ومع الأخ نتعرف عليك. عبد الحكيم باحج. من فين؟ من محافظة شبوة. من شبوة. من فين من شبوة؟ من دير الروضة. الروضة، يا أهلا فيك. اليوم نتحدث عن محافظة شبوة. والله محافظة شبوة يعني تشهد كثير من المشاريع والتنمية في ظل محافظة شبوة محمد صاحب بن عديو. ونشكر هذا المحافظ على بذل الجهود الذي يبذلها من أجل المحافظة. كيف وجدتم اليوم المشاريع الملموسة اليوم شبوة فيها خدمة فندقية سياحية ومشوارع في إنارة وفي تشجير والله الحمد لله يعني تشهد شبوة إنارة في شوارع وفنادق سياحية فخمة رسالتك اليوم لأبناء شبوة؟ والله أقول لهم يعني شبوة مقبلها في أمن وأمان تمام وكثافة سكانية متعددة في شبوة الحمد لله على شكرا جزيلا لك. ومعنا لك نتعرف عليك فارق باحاج. من فين؟ مديرية الروضة. الروضة، اليوم نتحدث عن شبوة ما بين الأمس واليوم. كانت الأمس شبوة مظلمة بس في ظل محافظة شبوة طارق بن عديو
نشكر صراحة على جهوده لأبناء شبوة، النهضة العمرانية، السياحة، فنادق سياحية، مطاعم، محلات تجارية، وصراحة التجار الآن بدأوا الآن يشيدون للعمل في محافظتهم، وإحنا ندعم هذا ونكون مع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عدي، ويقول له ألف ألف شكر على ما تقدموه لمحافظتك. شكرا جزيلا لك. ما علاقة تعرف عليك؟ صالح جعبل. ايش حب تقول اليوم في هذا البرنامج؟ احب اقول اشكر محافظ بن عديو على الجهود الذي عملها في المحافظه، واشكره جدا، وطور المحافظه وبنى مشاريع كثيره في المحافظه وبطرق وعاليات كثيره، اليوم احسن من الامس بألف بألف مليون مره. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. ومعنا الاخ نتعرف عليك. ماجد عبد الله حسن الوصابي. اليوم كيف تعلق على شبوة ما بين الامس واليوم؟ شبوة تشهد اليوم حركة تنموية غير الامس في جميع المجالات السياحية والمولات التجارية والمطاعم والفنادق والحدائق، وكل شيء تغير عن مكان الامس. هل برأيك أن اللعب الأمن والاستقرار دور في هذه المحافظة؟ نعم، في أمن واستقرار، وشبوة احتضنت جميع أبناء اليمن في الشمال ومن الجنوب. نعم، اليوم شبوة فيها إنارة، فيها أيضا حدائق عامة، فيها تشجير، اليوم الناس في هذه المحافظة مسالمون أيضا، يعني عامين تحققت الكثير والكثير من الإنجازات لهذه المحافظة. أنت رسالتك في هذه الحلقة لمن؟ أشكر الأخ الأستاذ المحافظ محمد صالح بن عديو رجل التنمية في شبوة. إذن شكرا جزيلا لك ماجد. إذن مشاهدينا الأعزاء، لازلنا معكم في هذه الحلقة الخاصة بمحافظة شبوة، وعلى مرور عامين من الإنجازات التنموية في مختلف المجالات السياحية والمجالات أيضا البنى التحتية والشوارع والفنادق والمطاعم والمولات والحدائق في هذه المحافظة. إذن مشاهدينا الأعزاء لا تذهبوا بعيدا، هناك الكثير من اللقاءات في هذا البرنامج، فكونوا معنا. مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، في ظل سير عجلة التنمية والحراك المتسارع الذي تشهده محافظة شبوة يوما بعد آخر في جميع المجالات التنموية والخدمية والاستثمارية، اليوم نحن نجوب الكثير من الأماكن والشوارع في هذا البرنامج الخاص بمحافظة شبوة، وعلى مدى عامين من الإنجازات في ظل الاهتمام المباشر للقيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادة محافظة شبوة ممثلة بالأخ المحافظ محمد صالح بن عديو. مشاهدينا الأعزاء، نحن هنا اليوم في هذا المشروع الحيوي العملاق والخدمي هنا في هذه المحافظة، ومعنا الأستاذ محمد حسن مدير عام المشروع. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. اليوم نحن نتحدث عن سير عجلة التنمية في محافظة شبوة، ولعل هذا المشروع أيضا يعد من المشاريع المهمة والتنموية والخدمية في المحافظة. أهلا وسهلا. أولا نتشرف بزيارة قناة عدن الفضائية للمحطة، ونقول أهلتم سهلا ونزلتم أهلتم أهلا ونزلتم سهلا، ونتشرف بزيارتكم، وتعتبر المحطة الأولى على مستوى المحافظة وعلى مستوى البلد من ناحية التصميم ومن ناحية المعدات ومن ناحية سعة التخزين، وتعتبر المحطة نموذجية على مستوى الجمهورية، والطاقة إنتاجية 45 ألف أسطوانة يوميا، وسعة تخزينية 500 متر مكعب، وتعتبر المحطة يعني تغطية العجز في المحافظة وعدم احتكار تعبئة الغاز، وإن شاء الله بتكون تقوم المحافظة بتغطية العجز في محافظة شبوة كامل. نعم، قيادة المحافظة أيضا أولت هذا المشروع أهمية كبيرة من خلال افتتاح هذا المشروع قبل شهر ونصف من الآن، يعني لو تتحدثون عن جهود أيضا السلطة المحلية في التعاون مع المستثمرين ومع المشاريع العملاقة والتنموية التي تشهدها محافظة شبوة اليوم. بالضبط، كمان نشكر قيادة السلطة المحلية وعلى رأسهم الأستاذ المحافظ محمد صالح بن عديو، يعني على الجهود المبذولة في تسهيل العمل وتهيئة الفرص للمستثمرين في المحافظة، وكما نشكرهم على الدعم اللامحدود. يعني نعم أستاذ محمد، اليوم كيف تقرؤون شبوة ما بين الأمس واليوم؟ يعني شبوة بين الأمس واليوم تعتبر شبوة يعني في تطور وفي إنجازات كبيرة واستقرار أمني، وتعتبر شبوة يعني
يعني تعتبر محافظة نموذجية من المحافظات المتقدمة في الجمهورية يعني على حسب الاستقرار وعجلة التنمية. عجلة التنمية التي تشهدها هنا محافظة شبوة في جميع المجالات، وكذلك نلتقي بالمواطنون من أبناء هذه المحافظة وكذلك الوافدين إليها من مختلف المحافظات اليمنية. وأنا لا أتعرف عليك، أخوك داود محمد المغود من أبناء مديرية ميفع محافظة شبوة. يا أهلا فيك، حياكم الله. اليوم هناك سير عجلة التنمية في شبوة، كيف تعلق على ذلك؟ بكل تأكيد أن عجلة التنمية بعد 2018 اختلاف كبير، وعلى سبيل المثال مدخل عتك كان متواجد عند نقطة الجلفوز، الآن أصبح ممتد إلى قرابة خمر، إضافة للملايين التي دخلت إلى المحافظة الآن انتعشت في مجال المحطات البترولية، المنتجعات السياحية، الاستراحات اللي انتشرت الآن في محافظة شبوة، منتجع قنا السياحي، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية الكبيرة مثل الخزن الاستراتيجي ومثل ميناء قنا حاليا تم توقيع العقد فيه، المحطة الغازية الموجودة وهي خاصة بنظام بي تو بي او بي تي، نعم، بالشراكة ما بين المستثمر والسلطة المحلية. بكل تأكيد الانتعاش، الحركة التجارية الآن أصبحت قوية جدا في محافظة شبوة. أين قد اليوم دور أبناء هذه المحافظة مع القيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية في المحافظة؟ بكل تأكيد هم تشاركوا، والأخ المحافظ محمد صالح بن عدي أشرك القطاع الخاص، وكان القطاع الخاص ملبي لدعوة الأخ المحافظ واشتركوا في الأعمال التجارية، وأغلب المناقصات التي حدثت في شبوة سواء في مجال الطرقات أو غيرها من الخدمات اشترك فيها القطاع الخاص بالآجل. نعم، كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء تحب تقولها لمن؟ شكرا لقناة عدن على استطلاعها هذا، وتحيتنا للقيادة السياسية بمحافظة شبوة، ونتمنى مزيد من التنمية، مزيد من الاستقرار الأمني، مزيد من الرخاء لأبناء شبوة لكل عموم الوطن. شكرا جزيلا لك. عفوا. ايضا مشاهدي الاعزاء معنا الاخ، تعرف عليك محمد اسماعيل البعداني. اليوم كيف وجدت محافظة شبوة، أو بالأصح انطباعاتك لهذه المحافظة الجميلة؟ محافظة شبوة من المحافظات اليمنية التاريخية التي لها حاضر ومستقبل كبير بإذن الله سبحانه وتعالى. كانت محافظة شبوة في الأيام السابقة كانت منهزمة، وكانت يعني لا توجد لها حقوقها الصحيحة، ولا وكانت لا يوجد لها يعني اهتمام من قبل السلطات المحلية الأولى، ولكن الآن الأستاذ محمد صالح بن عدي ومحافظ محافظة شبوة أبدع فيها إبداعا كبيرا، جعلها محافظة تنموية، محافظة شاملة لجميع جوانب الحياة. طبعا الآن تجد المعلم يدرس وهو له في التدريس هامة، تجد الآن الطالب يذهب إلى المدرسة وهو له نفس في التعليم كادر تدريسي متميز، تجد الرياضي الآن يذهب إلى الملعب ويجد الملعب الصحيح الذي يلعب فيه، تجد الإعلامي الآن يذهب إلى مكتب الإعلام وله نفسية للتصوير أو للإعلام أو للإلقاء، لأن المحافظ محمد صالح بن عدي وأبدع وأدى حقوق محافظة شبوة بشكل جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بقناة عدن لمعهد مقدم للعلوم الصحية
ونشكركم زيارتكم هذه لنا. المعهد يقدم خدمات جليلة بالنسبة لمحافظة شبوة، يقدم الكادر، يقدم طلبة يعني مؤهلين صحيا. طبعا يقدمون هؤلاء الطلبة اللي يتقدمون داخل المعهد يقدمون خدمة في مستشفى عتق في المستشفيات الخاصة. طبعا الإقبال بالنسبة لهذا العام كان كثير بالنسبة للجانب النسوي الإناث، وذلك يدل على وعي الأهالي ووعي الأهالي بالنسبة لأبنائهم وبناتهم من أجل عدم التجهيل داخل المجتمعات اللي سبقت في الأعوام الماضية. وهذا الشيء يدل على الوعي، على انتشار الوعي بين الأهل والمجتمع الشبواني. نعم دكتور، اليوم كيف تتمنون أيضا دور قيادة السلطة المحلية في المحافظة؟ اليوم ربما شهدت محافظة شبوة الكثير من المجازات على مختلف الجوانب السياحية والفندقية، وهناك اليوم مولات، هناك اليوم حدائق تبنى، اليوم هناك اهتمام بهذه المحافظة، قريبا ستكون هناك جامعة لمحافظة شبوة. كيف تتمنون دور قيادة السلطة المحلية في هذه المحافظة؟ نشكر السلطة المحلية على رؤياها والتنمية التي تقوم بها في المحافظة. كما نتطرق للشكر الكبير للمحافظ المحافظة المحافظ محمد صالح بن عديو على العمل الشاق الذي يقوم به والعمل الجاد الذي يقوم به في هذه المحافظة، وتحمل الأعباء التي تكون صعبة خلال هذه الفترة. وبصراحة نقدم الكثير للمحافظة ونشكر على ذلك. اليوم نتحدث عن الانتعاش الاقتصادي والسياحي والاستثماري لمحافظة شبوة. طبعا في ظل وجود الأخ المحافظ محافظة شبوة الأخ محمد صالح بن عديو قائد مسير في التنمية في المحافظة، تشهد محافظة شبوة انتعاشا اقتصاديا في عدة مجالات، من المجالات المستوى الفنادق ومستوى البنى التحتية. في ظل وجود الأخ المحافظ تشهد المحافظة هذا النمو الاقتصادي نتيجة الأوضاع الأمنية ونتيجة الكثافة السكانية، ونحن كمستثمرين نشكر الأخ محافظ محافظة شبوة على الجهود التي يبذلها في سبيل الرفع في هذه المحافظة في الجانب الاقتصادي. طبعا المحافظة تشهد هذا النمو الاقتصادي نتيجة الأوضاع الأمنية قلنا، ونتيجة استتباب الأمن والاقتصاد في هذه المحافظة. ولا يسعنا هنا إلا أن نشكر المحافظة المحافظ والسلطة المحلية على هذه الجهود التي يبذلونها في خدمة هذه المحافظة للرفع في المجال الاقتصادي والمعيشة الناس. معهد الدكتور مقرم للعلوم الصحية شبوة، طبعا في عام 2014 انتقل المعهد من معهد متوسط إلى معهد عالي، وهذا نقلة نوعية أفادت المحافظة بشكل عام. الآن المعهد يضم قسم مختبر، قسم مساعد طبي، قسم التمريض التقني، هذا ما بعد الثانوية، قسم قابلات مجتمع. نظام دراستنا 3 سنوات، دبلوم عالي، يتخرج طالب من هنا. أكثر طلابنا أو خريجي المعهد موجودين في اللواء أو في الحق الطبي. معهدنا يضم جميع مديريات المحافظة تقريبا في كل الأقسام. غالبا نعمل امتحان قبول كل بداية كل عام، نعمل مفاضلة على مستوى المديريات. طبعا الإقبال السنة هذه أو كل سنة نلاحظ أنه أكثر من السنة اللي قبلها، خاصة من جانب الفتيات. الآن شبوة تشهد تنمية متسارعة، فنحاول نحن نواكب هذا التطور وبناء الإنسان بشكل أخص. إذن مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، لازلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة الخاصة وهي بعنوان شبوة ما بين الأمس واليوم. اليوم نلتقي مشاهدينا الأعزاء بالأستاذ الجميل الرائع والشاعر الكبير أستاذ محمد سالم الأحمدي، مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة شبوة. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. اليوم نتحدث عن شبوة ما بين الأمس واليوم.
طبعا شبوة ما بين الأمس واليوم هذا عنوان عريض يجب أن نتحدث فيه في حلقات وليس في حلقة أو في وقفة على عجالة. أنا أتحدث عن اليوم، سأترك الحديث عن الأمس لغيري، أنا أتحدث عن اليوم. اليوم شبوة تمر مرحلة أكثر من رائعة، استطاعت شبوة أن تتجاوز هذه الأزمة وهذه الحرب وتبعات الحرب التي مرت بها وتمر بها الجمهورية بشكل عام. استطاعت شبوة أن تتجاوز هذه المحنة، استطاعت شبوة أن تنفض الغبار عنها، استطاعت شبوة بقيادة الحكيم الممثلة في محافظة الأستاذ محمد صالح بن عديو أن تخطو خطوات حقيقية على طريق التنمية والتطور والنماء، وأن ننتقل من مرحلة الحرب ومشاكل الحرب إلى مرحلة التنمية والتطور والالتفات لمحافظتنا لبنائها وإعادة ترتيب البيت الشبواني من الداخل. نعم أستاذ محمد، قبل أيام كان هناك أيضا افتتاح لمعرض الكتاب بمكتب الثقافة، لو نتحدث عن ذلك. طبعا معرض الكتاب تم افتتاحه قبل يومين هنا في محافظة شبوة، وهو المعرض الثالث الذي يقيمه مكتب الثقافة خلال الثلاث الأعوام الأخيرة. معرض الكتاب هذه المرة تميز بأنه شمل على دور نشر عربية ودور نشر أيضا محلية. دور نشر عربية وصلت إلى ثلاث دور نشر عربية لأول مرة في تاريخ المعارض محافظة شبوة، هذه أضاف زخم للمعرض، أضاف أيضا الحضور الغير عادي والغير متوقع حتى يعني يشكل يعني نقطة فارقة في تاريخ المعرض. المعرض سيستمر أسبوع من يوم 22 الذي افتتحنا فيه إلى يوم 29، ستشمل أيضا أنشطة ثقافية، أمسيات شعرية، أمسيات قصصية، محاضرات، ندوات، حلقات نقاش فكرية، كل هذا سيكون مصاحب ضمن أنشطة ثقافية مصاحب لمعرض الكتاب. أتوقع معرض الكتاب يحقق نجاح أكثر من النجاح الذي حقق في الأعوام القادمة، وإن شاء الله مكتب الثقافة يقوم بمعارض أخرى وبأنشطة ثقافية متعددة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الأعزاء في هذه الحلقة الخاصة وهي بعنوان شبوة ما بين الأمس واليوم، واليوم معنا أيضا العنصر النسائي المشارك في هذه الحلقة، ومعنا الأخت، تعرف عليك؟ فايدة جميل الحزمي. نعم، اليوم كيف وجدت محافظة شبوة؟
الحمد لله وجدنا فيها كل شيء يعني تحتاج المرأة اليمنية والمرأة الشبوانية من جامعات وتوفر الصحة والتعليم. كمان يعني تغيرت شبوة قبل عامين يعني ما كانت بهذا الشكل، لكن الحمد لله فضل جهود المحافظ محمد صالح بن عدي الحمد لله توفر كل شيء يعني المرأة في شبوة. نعم، اليوم انت زرتي معرض الكتاب هنا في مكتب الثقافة، كيف وجدتي هذا المعرض في ظل انه يعتبر المعرض في الكتاب المعرض الوحيد في المحافظات اليمنية في ظل وجود الحرب والمغيرات؟ كل شيء موجود متوفر يعني من الكتب الدينية الكتب الروايات يعني بما يهم ويخدم الطالب وكمان الشباب اللي محتاجين الدروس محتاجين كذا يعني كل شيء متوفر الحمد لله. نعم، بالعودة إلى موضوع التنمية والحدائق والمولات اليوم التي سهرت بها المحافظة شبوة، ألا يدل ذلك على أن شبوة تشهد أيضا انتعاش حقيقي في ظل الحرب والحرب في مختلف المحافظات؟ الحمد لله يعني شبوة الآن تمثل نموذج محافظات اليمنية المحررة، لأن المحافظات الأخرى يعني حتى المكتبات حتى كل شيء فيها راح يعني مع الميليشيات الحوثية وكذا، لكن الحمد لله شبوة بتوفر الأمن والأمان والحمد لله موجود كل شيء والحمد لله. اليوم ما هي الأمنية أو ما هي الرسالة التي تحبي أن تقوليها في هذا اللقاء ولمن؟ أقدم رسالتي الشكر الأول أستاذ محمد صالح بن عدي يعني توفر الأمن والأمان، يعني وجدنا شيء ملموس في هذه المحافظة يعني من تعليم من صحة من أمن من تطور الطرق زي ما قلت التجارة وكل شيء موجود، فالشكر مقدم للمحافظ وكل اللي يقوموا في بهذه الأعمال. شكرا جزيلا. أيضا مشاهدينا الأعزاء في ظل الحركة التنموية الذي تشهده محافظة شبوة في هذا البرنامج الخاص مشاهدينا الأعزاء يسعدني أن ألتقي أيضا بالأستاذ خيران الزبيدي مدير عام الهيئة الآثار هنا والمتاحف بمحافظة شبوة. أهلا ومرحبا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم يعني في محافظة شبوة. اليوم كيف تعلق على شبوة ما بين الأمس واليوم؟ شبوة صراحة يعني خلال الفترة الأخيرة شهدت يعني كثير من التطورات وكثير من الحراك التنموي الذي يعني يسود حاليا والتي تمشي عجلته يعني في محافظة شبوة. بالنسبة أنا أتكلم لك يعني حول ما يخص الآثار والمتاحف، يعني نحن بالنسبة لنا في المتحف في الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمحافظة شبوة تم يعني إعادة ترميم وتوثيق القطع الأثرية الموجودة المعروضة داخل يعني متحف عتاق وأعيد افتتاح المتحف من جديد بينما كان مغلقا لأكثر من 12 سنة، وأعيد افتتاحه وترميم أثاثه، والآن يستقبل يعني الوفود والطلاب والدارسين للمتحف يعني لاستكمال دراستهم، وهذا يعتبر يعني شيء كبير. أيضا تم توثيق القطع الموروث الشعب المعروضة داخل صالات المتحف، وأيضا يعني عندنا يعني خطة الآن إن شاء الله يعني هي ترميم متحف بيحان وإعادة افتتاحها من جديد يعني، وهذا يعني يعود الفضل في الأول والأخير يعني لباني تنمية شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو الذي يتبنى مثل هذه القضايا ويسير في تنمية المحافظة بشكل غير عادي. اليوم بدأنا تدشين أعمال السبلتة في مشروع صيانة الطريق النقب عتق، وهذه هي أحد المراحل التي يمر بها المشروع وهي من المراحل الختامية لهذا المشروع. حقيقة طول المشروع هو 32 كيلو و400 متر، يبدأ من مثلث النقبة وينتهي في عتق، ونحن في صندوق صيانة الطرق محافظة شبوة قمنا بأعمال الصيانة في هذا الطريق الحيوي الهام تحت توجيهات الأخ حافظ محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو رجل التنمية الأول في المحافظة الذي كلفنا بإعداد الدراسات لهذا المشروع، ومن ثم قمنا بأعمال الصيانة في هذا المشروع. هناك أعمال كثيرة وهي أعمال ترميمات الحفر وأيضا أعمال جدران حماية من سقوط السيارات في بعض المنحدرات الخطيرة،
أيضا هناك أعمال أخرى وهي أعمال التشققات الموجودة في الطريق الذي سوف نقوم بأعمال صيانة لهذه التشققات. إذن مشاهدينا الأعزاء لازلنا متواصلين معكم في هذه الحلقة وهي بعنوان شبوة ما بين الأمس واليوم. وهناك مشاهدينا الأعزاء الكثير من المشاريع التنموية والحراك التنموي المتسارع الذي تشهده محافظة شبوة. واليوم معنا الأستاذ عبد الله جمال، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، نشكركم على هذا اللقاء. اليوم كيف تصف لنا شبوة ما بين الأمس واليوم؟ الآن لهذه الأيام الحمد لله شبوه في هذه الفترة بعد تولي السلطة المحلية باسم رئاسة الأخ المحافظ الأستاذ محمد صالح بن عنديب، لشهرة المحافظة نقلة نوعية غير طبيعية في مجال الأمن، في مجال الاستثمار، في مجال التنمية، يعني شتان بين الأمس واليوم. وهناك ولله الحمد مشاريع وأشياء تجهيزات وما تجهيزات في المستشفيات على مستوى التنمية، على مستوى المحافظة بشكل عام، والطرقات والكهرباء هناك نقلة نوعية بالذات في مجال الأمن. نلاحظ هناك الحمد لله والشكر انتهت الأشياء كثيرة من ثارات وما ثارات ومن اغتيالات وما اغتيالات، ولله الحمد الآن المحافظة تعتبر نموذجية في كل شيء. واليوم الكل يراهن على شبوة، اليوم أصبحت شبوة تحت ظل جميع أبناء الوطن. الحمد لله رب العالمين، فيها جميع أطياف الجمهورية اليمنية بشكل عام، وتعتبر الحاضنة الجمهورية اليمنية بشكل أبنائها بشكل جميع الأطراف. الأستاذ عبد الله جمال، كيف يرى مستقبل هذه المحافظة؟ إن شاء الله في ظل السلطة المحلية بقيادة الأخ المحافظ في تطور وفي نماء وفي استقرار ولله الحمد، ومشهد على ومقبل على مشهد أكبر من كذا. اليوم كيف تفسر لنا مثلا تكاتف أبناء هذه المحافظة مع القيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية مش أنه يعزز أيضا من دور سير عجلات التنمية التي تجدها المحافظة؟ الكل ولله الحمد مجتمعين حول فحامة رئيس الجمهورية والأخ محافظ المحافظة، والناس كلها متفائلة بالسلطة الموجودة وانفراج الأزمة في الوقت القريب بإذن الله الكريم. ما هي رسالة الأستاذ عبد الله جمال اليوم؟ رسالتنا للأخوة المستثمرين على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الدول الشقيقة بأن محافظة شبوة محافظة نموية وفيها استقرار وفيها جميع مقومات النجاح. افتخر انت ابن شبوة، طيبة وهيبة ونخوة، عز وحيدي وعزوة. افتخر انت ابن شبوة، عز من لا عز له بين السوابع خاينة، من خانا يحتزم عند الطالب في خدمته. دافع عمرك للفناء وعمار غيرك سائلة، لقي سمك سومها كل بياخذ قسمته. افتخر انت ابن شوة، طيبة وهيبة ونخوة، عز يا حيدي وعزوة. افتخر انت ابن شوة، الوفي في مدرسة والحيل في حيلة، ابنها مسؤول يا ولد يبري ذمته، الصواعق قسمها اما الحياة في ويله، افهموها وانجزوا ما حد يفلت نعمته. افتخر انت ابن شوة، طيبة وهيبة ونخوة، عز يا حيدي وعزوة. افتخر انت ابن شبوة، مد يدك للعمل احلامنا بتفايلة، التقدم للعلا يا خوي هزت نسمته، والله انه فجوها قولي ويفتى قايلة، منعكم لي منعكم لحد يبرك همته، منعكم لي منعكم لحد يبرك همته. افتخر انت ابن شوة، طيبة وهيبة ونخوة، عز يا حيدي وعزوة. افتخر انت ابن شبوة، عز من لا عز له بين السوابع خاينة، من خانا يحتزم عند الطالب في خدمته. دافع عمرك للفناء وعمار غيرك سائلة، لقي سمك سومها كل بياخذ قسمته. افتخر انت ابن شوة، طيبة وهيبة ونخوة، عز يا حيدي وعزوة. افتخر انت ابن شبوة، الوفي في مدرسة والحيل في حيلة، ابنها مسؤول يا ولد يبري ذمته، الصواعق قسمها اما الحياة في ويلة، افهموها وانجزوا ما حد يفلت نعمته. افتخر انت ابن شوة، طيبة وهيبة ونخوة، عز يا